السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة حلقات بودكاست إرشاد. وفي هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد طلال الحلو، خبير واستشاري في المالية الإسلامية والأسواق المالية. مرحبا دكتور. مرحبا، شكرا، حياكم الله. في هذه الحلقة سنتناول بإذن الله موضوع كيف يعالج الاقتصاد الإسلامي أهم اختلالات الاقتصاد الرأسمالي الربوي في محورين: المحور الأول حول الديون والفوائد الربوية، والمحور الثاني حول المخاطرة. إذن المحور الأول الديون والفوائد الربوية. أولا دكتور، ما هو تعريف الاقتصاد الإسلامي وما هي أهم مميزاته عن الاقتصاد الرأسمالي؟ والاقتصاد الإسلامي تعريفه هو اقتصاد يقوم على بعض الأركان والمقومات الأساسية، منها أن المعاملة يجب أن تكون في إطار الحلال، منها منع الربا، منها تقاسم الأرباح والخسائر، منها منع الميسر والقمار والغرر، منها كذلك ضرورة تخليق المعاملات وأن تكون في إطار أخلاقي، ويعني أسس مهمة، وكذلك يعني بعض المسلمات التي يختلف فيها عن الاقتصاد الرأسمالي، مثلا قضية الندرة العقدية التي هي من مسلمات الاقتصاد الرأسمالي، ليزاكسيوم، حيث يقال إن احتياجات الإنسان غير محدودة وأن الموارد محدودة، ونحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر. من أهم مكونات الاقتصاد الإسلامي عندنا يعني الزكاة، عندنا الأوقاف، عندنا التكافل، عندنا الاقتصاد، مؤسسات الاقتصاد المصغر، التمويل المصغر، وكذلك يعني ما يعرف بالبنوك الإسلامية أو المصارف التشاركية، وفي الأخير الأسواق المالية الإسلامية التي من أهم مميزاتها مثلا الصكوك. نعم، هذا يعني يجرنا إلى الشق الثاني من السؤال، وهي مميزات الاقتصاد الإسلامي عن الرأسمالي. هي من أهم مميزات أن الاقتصاد الإسلامي يربط بين الدائرة التكليفية والروحية والدائرة المعاملاتية، حيث يعني أي شيء يجب أن يكون في إطار مقاصد الشريعة والأحكام الشرعية، وبالتالي ليس كل شيء يمكن يكون سوق. يعني مثلا عندنا مثلا سوق الغناء لا يمكن يكون سوق، لأن أو مثلا سوق الكلاب لا يمكن يكون سوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. فمثلا سوق الدعارة كما في هولندا لا يمكن يكون سوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي. فكثير من الأشياء لا يمكن تكون سوق، والمال لا يمكن أن يكون مثلا سوقا للإقراض، فلا يمكن أن نقرض ونسترجع القرض بفائدة مشترطة في العقد. فليس كل شيء يمكن أن يكون له سوق، هذه من أهم المميز. أما الاقتصاد الرأسمالي فهو مبني على النفعية، المذهب النفعي، حيث في يعني من في إطاره أي شيء ممكن أن ينفع البشرية أو ينفع غالبية البشرية أو ينفعني أنا شخصيا، بما أن الرأسمالية تكون في إطار ليبرالي، فهذا يعني بما أنه ينفع ممكن يكون سوقا، فإذا صار الشذوذ الجنسي سوقا فممكن يكون له سوق ومنتجاته وغير ذلك. نعم، إذن هنا نتكلم على الأخلاقيات، نتكلم على الضوابط الشرعية، وذكرتم سوق المال، يعني للاقتصاد الرأسمالي يعتبر أن المال يعني له يجب أن يكون يعني له فائدة مع الوقت، يعني يفقد قيمته، وبالتالي يجب تعويض هذه المخاطر الناتجة عن انخفاض القيمة أو التضخم مع مرور الوقت. كيف يعالج الاقتصاد الإسلامي مسألة التضخم والفوائد الربوية، علما أن الاقتصاد يعني الرأسماليين يقولون أن الإقراض بالفائدة هو الذي يحرك عجلة الاقتصاد والنمو؟ نعم، فعلا هو في الاقتصاد الرأسمالي هو عموما له تطور موازن مع البنوك، له تطور موازن مع البنوك، وبالتالي فقضية الفوائد فيه عضوية لا تنفك عنها. يعني من الصعب تخيل الاقتصاد الرأسمالي بهذا التطور بدون بنوك.
فقضية المال والفائدة عموما يقال إن الفائدة تعالج التضخم، لكن نادي روما الكلوب دو روم صرح في خلاصاته أن الفائدة هي سبب التضخم، وبالتالي فلا يمكن أن نصير إلى وداويني بالتي كانت هي الداء. هذا يعني من المغالطات المعروفة. ف الفائدة في الإسلام لن تجده مثلا القرض في فقه البيوع، ستجده في الهبات. لماذا؟ لأن القرض ليس من عقود الاسترزاق ومن عقود الإرفاق تبرعات، فبالتالي الفائدة يقال إنها تعالج التضخم، يقال إنها تعوض على التنازل على السيولة، يقال إنها تعويض على الفرصة الفائتة، لكن كل هذا يجاب عنه بأجوبة معروفة في الاقتصاد. الأولى وأن الفائدة هي لا تعالج التضخم فقط، لأن البنك لما يأخذ الفائدة عنده ثلاث محاور في الربح اللي عنده في الفائدة، عنده ربح دياله، عنده المصاريف، وعنده التضخم. فالتضخم جزء، لكن لما نفهم أن الفائدة ربوية هي أصل من أصول التضخم الداخلي، هنا نفهم أن التضخم لا يمكن يعالج بالفائدة. ثم قضية الفرصة الفائتة هذه قضية مزورة. لماذا؟ لأن الذي يقرض شخصا ما مالا ما فهو يتخلص من ضمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان فهو يتخلص من ضمانه، فالضمان على المقترض. بما أن الضمان على المقترض إن استثمر في مشروع ما فإن ربح فربح له، لكن إن خسر فالخسارة عليه، المقرض لن يتشاطر معه الخسارة. بالتالي فالفرصة الفائتة ممكن تكون إيجابية ولكن ممكن تكون سلبية كذلك. فهذه كذلك يعني هذه يعني تعليل مزور أو يبين فقط شق من المسألة. كذلك يعني قضية فقدان القيمة هو القرض، ما هو في آخر المطاف؟ هو التخلص من الضمان، تعطي مالا ويعطى بدله في يوم السداد، يعطى يعني من نفس الجنس. مثلا أقرضت دراهم ترجع إليك دراهم، أقرضت دولارات ترجع إليك دولارات، من نفس الجنس. طبعا ممكن قضية الصرف ممكنة لكن بضوابطها الشرعية. فإذا تركت ذلك المال في حسابك أو في جيبك، ألن يفقد قيمته؟ سيفقد. فستقول ممكن استثمره، إن استثمرته نرجع إلى قضية الفرصة الفائتة، بمعنى إلا استثمرتيه راه يمكن تربح يمكن تخسر. فقضية الفائدة هي قضية في حقيقة الأمر تشوش على الاقتصاد أكثر مما تنفع. صحيح. إذن تكلمت دكتور على قضية المخاطرة في الاقتصاد الرأسمالي، وهذه القضية المخاطرة هي مهمة، يعني لو ريسك عند البنوك التقليدية أو الربوية هي مهمة جدا، لدرجة أنها تتحاشى الدخول في شراكات أو مشاريع وتفضل الإقراض بفائدة ربوية. يعني نتكلم عموما، يعني هل هذا يؤثر على الاقتصاد، وكيف يعالج الاقتصاد الإسلامي هذه القضية؟ طبعا يؤثر على الاقتصاد، لأن في الاقتصاد ليست هناك أي معاملة استثمارية تجارية ليست فيها مخاطرة. وأتحدى أي شخص يخرج لي معاملة فيها استثمار أو تجارة ليست فيها أي مخاطرة، مستحيل. حتى الكراء فيه مخاطرة، ممكن يريب حيط، ممكن يعني يوقع مشكل في الشقة، هناك مخاطرة ولو قليلة. لكن هذه المعاملة المبتكرة التي هي حقيقة قديمة لكن في حلتها الجديدة هي محرمة عند اليهود وعند النصارى وعند حتى الديانات الأخرى، ومحرمة في الإسلام طبعا. لماذا؟ لأنها تخالف الفطرة الاقتصادية. ولذلك روي عن أرسطو أن من أبشع طرق الاكتساب هي الفوائد. De toutes les manières de s'enrichir, l'intérêt est la plus détestable. يعني من أبشع طرق الاكتساب. ولذلك هذه القضية تؤثر على الاقتصاد بالتضخم، وكذلك بجعل من ناحية الماكرو اقتصادية كان وقعوا في واحد الوضعية ديال الانحراف عن التوازن الاقتصادي، انحراف عن التوازن الاقتصادي الكبرى، ونستقر في
توازن غير مجدي، ان اكيليبر سوز اوبتيمال، يعني بدون الفائده كان يمكننا نكونوا في واحد الاكيليبر حسن. لماذا؟ لان الفائده شنو هي في اخر المطاف؟ ملي كتعطي يعني لما تقرض المستثمر مبلغا ما مثلا مليون درهم ثم يستثمر، فما هي الفائده؟ الفائده هي المكافاه على انتاجيه راس المال. الفائده هي مكافاه على انتاجيه راس المال، فان كان راس المال جد منتج فيستحق مكافاه كبيره، لكن ان كان راس المال غير منتج فلماذا يكافئ؟ وبالتالي الفائده هي تحديد مسبق لانتاجيه راس المال. تصور انك تقرض 100,000 فلاح، تقرضهم مليون درهم والسنه الزراعيه تكون سلبيه، فبالتالي اي فائده ولماذا المكافاه؟ فهنا الفائده غير مستحقه، وهي الفائده دائما تكون غير مستحقه. لكن في الاقتصاد الإسلامي يعالج هذا بطريقة الأتية، بركن من أركانه وهو تقاسم الأرباح والخسائر. بمعنى إذا كانت السنة الزراعية جيدة فسيربح الممول ويربح المنتج الفلاح، وإن كانت سلبية فسيخسران معا، وهذا التوزيع للخسارة يجعلها أقل تكلفة. إن الفلاح إذا خسر في العقد الربوي أو المنتج أو الصانع فإنه سيخسر تجارته وإنتاجه و رأس ماله، ومن فوق ذلك الفائدة التي يجب أن يسددها ويبيع شقته أو سيارته لتسديدها. التخرير كذلك. التخرير هم يشكلون 20% من أرباح البنوك. يعني أبشع الفوائد. يعني وغرق وكذب. فعلاً 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 هذا هو. والآن أي شخص يدخل في مواقع المحاماة اللي فيها الحجز لاسيزي كيلقى جل قضايا الحجز تقريباً 90% فما فوق. كلها مرتبطة بالبنك. نعم. قضية الفوائد كذلك تجرنا إلى الحديث عن خلق النقود. كما تعلمون دكتور، يعني البنوك التقليدية الربوية فهي بإقراضها يعني المستثمرين وعموم الناس فإنها تقوم بعملية خلق النقود مع البنك المركزي. فكيف يعالج الاقتصاد الإسلامي هذه القضية؟ هو قضية خلق الائتمان وخلق النقود فيها ذهبان في إطار المفكرين الاقتصاد الإسلامي، وعلى أي حال يشترطون أن تكون النقود المنشأة باعتراف من الدولة وبتوجيه منها وفي استثمارات منتجة ليس في الاستهلاك أو تسديد النفقات. لكن النقدين الأصليين هم الذهب والفضة، هذه كمبتدأ ومنتهى. بمعنى كلما حدنا عن الذهب والفضة كلما زادت المشاكل، ولهذا يعني يرجع إلى المقريزي في كتبه عن الأزمة المصرية وغير ذلك، حيث بين أن من أسباب الانهيار في الاقتصاد المصري هو يعني تفشي نقد النحاس، النقد النحاسي. وبالمناسبة هذه من الأشياء التي تزور في علوم الاقتصاد، يقال إنها قانون غريشام، يعني أن النقد الرديء يأخذ مكان النقد الجيد. مثلا إذا كان عندنا في السوق الذهب والفضة فالناس ستحتفظ بالذهب في كيسها وتتاجر بالفضة، وإذا كان يعني كان هناك يعني النحاس والفضة فستحتفظ بالفضة وتتاجر بالنحاس. فهذا الذي يقع عموما، وبالتالي فالنقدين الأصليين هما الذهب والفضة، وجميع النقود التي خلقت بعدها كلها انهارت إلى يومنا هذا، إلى بما فيه الدولار والجنيه الاسترليني وغير ذلك، فقدت بعد 91-99% من قيمتها. فالاقتصاد الإسلامي يعالج هذا بالتركيز على قضية النقدين الأصليين، ثم قضية إن كان هناك إنشاء للنقود، وإن كان ذلك يعني هناك مذهب لا يقبل اصلا ان تنشأ النقود فوق نمو الاقتصاد العام، نمو الناتج الداخلي الخام، فبالتالي هناك مذهبان، لكن على اي حال يكون بتوجيه من السلطات المركزيه. والاصل هو النقدين الذهب والفضه. شكرا دكتور. ربما سنتطرق بالتفصيل لموضوع النقود في حلقات العملات المشفره والبديله. إذا آخر سؤال في المحور الأول هو متعلق بمسألة بيع الدين، يعني لو كوميرس دو ديت وتوريق القروض تيتريزاسيون. يعني كما هو معلوم فقد لعب دورا كبيرا في تأجيج وانتشار الأزمة المالية العالمية الأخيرة سنة 2008، فما هو موقف الاقتصاد الإسلامي من هاتين الأداتين الماليتين؟
فعلا هو الأزمة، الأزمة الأخيرة هي أزمة كورونا حقيقة، لكن هذه أزمة تعزى إلى عوامل خارجية غير هيكلية، يعني غير داخلية، غير مرتبطة بالمنظومة الاقتصادية. المرض هذا مرض كزلزال كحرب، يعني شيء خارجي اسمه اكزوجين. أما أزمة 2008 وهي فعلا آخر أزمة مالية متعلقة بأسباب عضوية وهيكلية، أزمة 2008، ومن أسباب انتشارها هي قضية توريق الديون وتسنيد الديون وتسكيك الديون. ما هو تسنيد الديون؟ هو مثلا يعني أن بنك لما يقرض واحد المبلغ مثلا ديال 10 ملايين سنتيم، هو في الحقيقة عموما يخلق الائتمان ل 9 ملايين سنتيم. يعني إذا زاد في حسابك 10 ملايين سنتيم، هو لا يملك تلك 10 ملايين، هو بإذن من البنك المركزي بناء على مليون سنتيم فقط يمكن أن يقرض 10 ملايين سنتيم. طيب هنا عملية خلق الائتمان تكون طبعا مؤطرة بالدولة، لكن البنك لاسترجاع ال 15 مليون مثلا أصل رأس المال زائد الفائدة ربما ينتظر 10 سنوات. لكن تسنيد الديون أتى بتقنية جديدة، وهي طيب أنا أمضينا عقد القرض الربوي، فالآن أنت عندك في حسابك 10 ملايين سنتيم، 90% منها غير موجودة حقيقة لكن موجودة في الحسابات البنكية، وأنا عندي ورقة هي اعترافك بالدين، هي عقد القرض. هذه الورقة قيمتها بعد 10 سنوات هي 15 مليون مثلا، لكن أنا مهتم بالسيولة، فأستطيع أن أضع هذه الورقة في شركة بتسنيد هذه الورقة أو ببيع هذه الورقة في السوق الأوراق المالية مثلا بثمن 10 ملايين ونصف، والذي سيشتريها سيدفع 10 ملايين ونصف سيولة ويستخلص 15 مليون بعد 10 سنوات. وعموما من يهتم بهذا هم الصناديق الذين يستثمرون على المدى الطويل، مثل صناديق التقاعد، صناديق الاستثمار على المدى البعيد، يهتمون بهذه الأوراق المالية. البنك كان عنده مليون أقرض 10 ملايين غير موجودة، فباعها فصارت 10 ملايين ونصف في خزينته، فالآن يمكن له أن يقرض 100 مليون. فلهذا اهتمت البنوك بالتسنيد، لأنها تستطيع مضاعفة العجلة الإقراضية، وهذه مضاعفة العجلة الإقراضية كما نعلم يعني السوق محدودة، السوق الذين سيقترضون محدودة، السكان محدودون، فبالتالي حين انتهت سوق الناس التي عندها ملاءة واستطاعة لتسديد الديون لجأنا إلى إقراض أناس لا ملاءة لهم، وسموا النينجا، no income no job no asset، يعني لا دخل عندهم ولا عمل عندهم ولا ممتلكات عندهم، يعني إنسان لا شيء عنده، فيقرض في إطار الـ يعني القروض للسكن العقارية بناء على مسلمة خاطئة، وهي أن العقار لا ينزل، هذه مسلمة خاطئة. فلما نزل العقار صارت المصيبة وانتشرت المشاكل، لأن اليابان وألمانيا والدول الأخرى كانت تشتري الديون الأمريكية، وبالتالي صارت الأزمة عالمية. إذن الشق الثاني من السؤال يعني موقف الاقتصاد الإسلامي من قضية بيع الدين والتوريق. قضية بيع الدين طبعا في الاقتصاد الإسلامي عندها ضوابط جد يعني جد ضيقة، يعني الدين أولا لا يتاجر فيه هكذا، لأن هناك يعني اتفق العلماء على النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين منهي عنه، فله ضوابط جد جد ضيقة تجعل من هذا التصور الذي عندنا اليوم بيع الأوراق النقدية طبعا يخالف الشريعة. فبيع الدين هو يجب أن يكون مقابل شيء غير مالي حتى لا يكون في أصناف الأموال الربوية، فممكن تبيع ورقة مالية بطماطم، هذا ممكن، لكن الطماطم حالة وبضوابط في ضوابط معروفة عند العلماء التي تجعل هذه المعاملة جد جد حيزها جد ضيق حتى لا تكون هناك هذه المجازفة التي رأينا في الأزمة المالية. صحيح. الآن ننتقل إلى المحور الثاني المتعلق بالمخاطرة. من بين أسباب الأزمات المالية كذلك، يعني نتكلم عن الأزمات المالية،
هي قضية الحكامة والأخلاقيات، يعني حيث تطورت العديد من البنوك الرأسمالية في معاملات مشبوهة وغير قانونية. فما هي طرق الحكامة والرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية؟ هو أول شيء يجب أن نعترف بمسألة مهمة، الإطار الأخلاقي في الغرب متطور لأن الغرامات المالية عالية. السائق الذي تجده يعني يحترم قانون السير عموما، لماذا؟ لأن الغرامات عالية جدا، فبالتالي لم يعد في الحسبان خرق القانون أصلا، وآلية تطبيق القانون موجودة، آلية تطبيق القانون موجودة. فالإطار الأخلاقي في الغرب يكون مبني على الغرامات. لماذا؟ لأن في منظومة مادية لا يمكن الحديث عن قضية الأخلاق، وهذا ربما يرجع له في حوارات أخرى، لكن في منظومة مادية بحتة ليس هناك شيء اسمه أخلاق. لماذا؟ لأن المادة لا تعطي أخلاق، الكأس والحجارة والماء لا يقول لك هذا أخلاقي وهذا غير أخلاقي. فبالتالي في إطار مادي المعيار هو النفعية، يعني الشيء ما هي منفعته. طيب في الإطار الغربي الأخلاقيات يعني متعلقة برأي الأغلبية، فإن رأت الأغلبية أن مثلا الشذوذ أو الربا أو الميسر أخلاقي فلا إشكال، فلا إشكال. وإن رأت الأغلبية أن عمل المرأة في الدعارة لا إشكال فيه مثل هولندا فلا إشكال. هذا هو الإطار الأخلاقي، هو ما تراه الأغلبية، وهذا إطار متغير يتجدد، فلا نعلم بعد 100 سنة ماذا سيكون أخلاقي وماذا سيكون غير أخلاقي. أما في الاقتصاد الإسلامي يجب أن ننطلق من مسألة مهمة، وأن الوازع الأخلاقي أهم من الوازع القانوني، ولذلك كلما وضعت قانونا لتأطير معاملة غير أخلاقية خرجت لك شياطين الإنس والجن بحيل، وهذا ما نعرفه في إطار الضرائب مثلا بما يسمى بالأوبتيميزاسيون فيسكال، يعني إيجاد مخارج ضريبية لتقليص ما سنؤدي الحكومة. فتجد مثلا شركة مثل أبل تنتج وتصنع وتبتكر، وعلى الأقل تبتكر وشركتها يعني تبيع في أمريكا، لكن الضرائب تؤدى في إيرلندا. لماذا؟ لأنها وضعت عقدا مع إيرلندا يجعل الضرائب على الأرباح 12% حسب ما تذكرت. هذه المعلومة يجب التدقيق فيها، لكن حسب ذاكرتي هي 12%، أما في دول أخرى تكون 20 أو 30%. فبالتالي إلى أي مدى هالشيء أخلاقي؟ نعطيه مثال آخر، مثلا في الاقتصاد الغربي 50% من التحويلات المالية تنتهي في ما يسمى بالجنات الضريبية أو الباراديس فيسكو، يعني نوع من الملاجئ الضريبية التي لا ضرائب فيها، مثل ليزيل فييرج أو موناكو أو لوكسمبور أو دبي أو أماكن أخرى هي فيها ضرائب شبه منعدمة أو منعدمة، وهذا يستقطب رؤوس الأموال طبعا. فتكون شركة تعمل في فرنسا وموظفوها في فرنسا ومنتجوها في فرنسا وزبناء في فرنسا، لكن يعني السياج مقر الاجتماعي يكون في ليزيل فييرج أو في موناكو أو في لوكسمبور. إلى أي مدى هذه المسألة أخلاقية؟ فقضية الأخلاق أولا هي وازع أولي قبل الوازع القانوني، وفي الاقتصاد الإسلامي طبعا نراهن على هذه العلاقة الوطيدة التي تكون بين التكليف الشرعي والمعاملات. هذا نوع من العلاج. طبعا من العلاج الأخرى أن المعاملات الشرعية تؤطر بمجلس شرعي، مثلا البنك التشاركي من الضروري يكون عنده واحد المدقق شرعي، مدقق شرعي داخلي، وهناك المدقق الشرعي الخارجي الذي يهيمن على الفتوى في البلاد، فهذا إطار ثاني يؤطر المعاملات حتى تكون في إطار الحلية والأخلاقية. يعني هناك أشياء أخرى تجعل من المعاملات في إطار الاقتصاد الإسلامي معاملات يعني تنضبط بضوابط أخلاقية يعني لا تتغير مع الزمن والمكان. إذن في دائما في إطار المخاطرة نتكلموا على التأمينات، مجال التأمينات وهو أوضح مثال على المخاطرة. فالشركة المؤمنة تخاطر أو تقامر على سلامة مؤمنيها بكسب أقساط التأمينات. هذه التأمينات كان لها دور كذلك في الأزمة العالمية الأخيرة، كيف تفسرون ذلك وما هو موقف الاقتصاد الإسلامي من التأمين التجاري؟
هو التأمين عموما بطريقة اشتغالي الحالية هو مجمع الفقه الإسلامي حرم التعامل مع التأمين التجاري إلا اللي في حدود الحاجة الملحة جدا التي لا مناص عنها والتي يلزم بها الإنسان. أما جميع التأمينات الاختيارية فهي غير مقبولة. فالأصل في التأمين التجاري أنه لا يجوز حسب رأي المجمع الفقهي الذي صدر أظن في 1978. طيب، فقضية التأمين التجاري كيف قادت الأزمة، أزمة 2008؟ بكل بساطة، إذا أقرضت هذاك النينجا الذي لا دخل له ولا عمل له ولا ممتلكة له ستؤمن على هذا القرض، فبالتالي إذا وقعت أزمة ستحتجز الشقة، لكن لما ستبيعها في السوق إذا كانت هناك شقة كثيرة معروضة للبيع فالثمن لن يسدد رأس المال ولا الفوائد الربوية. فبالتالي نلجأ إلى شركة التأمين. شركة التأمين ممكن تتحمل 10-100 حالة، لكن إذا صارت الحالات بالآلاف لا تتحملها شركة التأمين، فهي شركة مثل الشركات الأخرى. فبالتالي تفلس، إذا أفلست يفلس البنك، وإذا أفلس البنك يفلس جميع من يحمل ورقات ذلك البنك. فهكذا استطاعة أو إعطاء وهم أن التأمين يقلص من المخاطر هذا خطأ كبير من ناحية المطلوب الاقتصادي. التأمين التجاري الحالي لا يقلص المخاطر، يعيد توزيع المخاطر، فكمية المخاطر في الدولة هي لكن يعيد توزيعها، يعاد توزيعها من طرف التأمين التجاري. فهذا هو الإشكال. ثم إن التأمين التجاري طبعا إذا دققت في ماذا يستثمر تجده يستثمر في السندات الربوية، هذا هو الإشكال آخر. من أسباب انهيار الاقتصاد العالمي كذلك تزايد الطلب على المستقبليات الفيوتشرز والبيع على المكشوف لافونت ديكوفير، يعني كيف تساهم هذه المنتوجات في اختلال الاقتصاد العالمي وما حكم الشرع في تداولها؟ هو الاقتصاد الإسلامي كما عالج تسنيد وتسكيك الديون بمنعها والمتجارة فيها بالمال بقيمة مغيرة بمنعها، وكما عالج إشكالية التأمين التجاري بإعطاء البديل التأمين التكافلي الذي هو مبني على التضامن والتعاضد ومشي على العلاقة التجارية، يعني مبني على الهبة، فكذلك يعالج هذه قضية البيع المكشوف وبيع المستقبليات بمنعها بكل بساطة. لماذا؟ لأن البيع المكشوف هو مصيبة كبرى معلقة على رقابة الأسواق المالية في حال الانهيار. هناك يعني متخصصون يربحون الأموال لما تنهار الاقتصادات. كيف؟ بالبيع المكشوف. ولذلك بعد الأزمة، أزمة 2008، تفطنت كثير من الحكومات إلى هذه المسألة فمنعت البيع المكشوف على أسهم البنوك وعلى أسهم كثير. كيف يعمل البيع المكشوف؟ تكون أنت تتاجر في البورصة وليس لك مثلا سهم ذلك البنك، وأنت يعني بعد دراستك فهمت أن ذلك البنك آيل للانهيار، فالبيع المكشوف يمكنك من بيع سهم ذلك البنك دون أن تملكه. بيع المكشوف هو بيع ما ليس عندك، وفي حديث حكيم بن حزام لا تبيع ما ليس عندك. فتبيع أنت ذلك السهم مثلا $100، وبما أنك تتوقع انهياره والانهيار يقع، فيصير ثمن السهم $50، فتشتريه آنذاك أنت $50، فماذا ربحت؟ ربحت 100%، $50. فبعد أن كان السهم 100 صار ب50، تبعته لما كان ب100 ثم اشتريته ب50 وعطيته للذي اشتراه منك. فهنا هذا يساهم في زيادة انهيار الاقتصادات، فهو يضخم الانهيار. لماذا؟ لأن مثلا لنقول أن في الأسهم في السوق هناك مثلا 100,000 سهم معروض للبيع، أنت بإتيانك ذاك السوق دون أن تمتلك السهم وتبيع بيعا وهميا ربما تزيد في الأسهم المعروضة في العرض، وإذا زاد العرض نقص الثمن، فأنت تزيد من الأزمة حدة، وهذا ممنوع في الاقتصاد الإسلامي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزم لا تبيع ما ليس عندك، فبيع ما ليس عندك يعني ممنوع إلا نوع من أنواع بيع السلم الذي هو أصلا بيع موصوف في الذمة وليس بيع ما ليس عندك بسبب إمكانية تسليمه وبضوابطه الضيقة جدا.
لماذا ليكون دائما الاقتصاد موازي مع المالية؟ عالم المالية يكون موازي مع عالم الاقتصاد. بيع المستقبلية منهي لاتفاق العلماء على النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني المستقبلي بالمستقبلي، يعني الدين بالدين. يعني مثلا تأتي عند الإنسان تقول له أنا غدا سأبيعك ذاك الحاسوب بمئة درهم أو بألف درهم، اتفقنا. طيب هذا عقد باطل، لا يمكن أن تبيع الحاسوب بمئة درهم غدا، إما يجب أن تقدم المئة درهم اليوم وتستلم الحاسوب غدا، هذا إن كان موصوفا في الذمة وكان ينضبط بشروط السلام، وإلا تعطي الحاسوب اليوم وتأخذ الألف درهم غدا، وإما معاملة ناجزة، يعني اليوم تعطي ألف درهم وتأخذ الحاسوب حال. بارك الله فيك. دائما في إطار المنتوجات التي تداولها البورصة، علما أننا سنخصص إن شاء الله حلقة خاصة بالبورصة والفوركس، تعرف الساحة المالية العالمية تداول بعض المنتوجات كالمشتقات لديغيبي. باختصار دكتور، ما هي هذه المنتوجات ولماذا تساهم في اختلال توازن الاقتصاد العالمي؟ هي المشتقات فقط ليأخذ يعني المستمع فكرة على قضية المشتقات. المشتقات حجمها في الأسواق المالية يشكل 12 ضعف الناتج العالمي الخام. الناتج العالمي مضاعف في 12، فحجم المشتقات خيالي. ما هي المشتقات؟ المشتقات هي مثلا هذه المستقبليات، هي مثلا بيع حقوق شراء، يعني بنك يصدر ورقة اسمها حق شراء في منتوج فلاني بعد 6 أشهر، مثلا شركة تبيع البترول وتصدر ورقة مكتوب فيها حق شراء برميل من البترول بعد 6 أشهر بثمن كذا وكذا، هذا حق فقط، وهذا الحق تدفع مقابل هذا الحق شيء مبلغ من المال. فهذه هي المشتقات، بمعنى قيمتها تشتق من قيمة أصل، من قيمة أصل. هناك مشتقات على الفوائد، مثلا شخص ما يريد تبادل فائدة متغيرة مقابل فائدة ثابتة، فتصنع له البنك، يصنع له البنك ورقة فيه هذا التبادل لعقدين، فيبقى أصل العقدين مع كل مع صاحبه، لكن تتغير العائدات، فعائدة العقد المتغير تذهب لصاحب الذي كان عنده عقد ثابت، وعائدة العقد الثابت تذهب إلى الذي كانت عنده عائدة العقد المتغير، هذه اسمها swaps. كذلك يعني مشتقات مثل trackers، مثلا عندنا بورصة الدار البيضاء تتغير مثلا ب 1% 2% كل يوم سلبا أو إيجابا، يخرج لنا بنك ما ورقة قيمتها 100 درهم، تقول لك أنا أتغير كما تتغير بورصة الدار البيضاء، فإن زادت 2% أزيدك 2% تدفع لك البنك، وإن نقصت 2% أنقص لك 2%. هذا قمار، هذا مثل يعني سباق الخيل. هذا قمار. لماذا؟ لأن وراء تلك الورقة ليس هناك شيء. فالتراكرز في نوعين، هناك نوعين، النوع الذي وراءه أسهم ومن ثم نحلل هل الأسهم مقبولة أو غير مقبولة، والذي ليس وراءه أي شيء. والمشتقات متعددة بكمية الخيال البشري، يعني هناك كذلك يعني مشتقات التي تجمع قروض وتبيعها، والتي تجمع ما جمع من قروض وتبيعها، CDO square CDO cube إلى غير ذلك. فهذه كلها مشتقات التي تشتق قيمتها من أصل المالي. هذه كلها ساهمت في الأزمة. هذه تضخم الأزمة. لماذا؟ لأن المشتقات عند الأزمة لا تجد من يشتريها، قابليتها للسيولة قليلة جدا. فالإنسان إذا كان يعني كانت هناك أزمة سيشتري الذهب، سيشتري البترول، لن يشتري المشتقات، وبالتالي قيمتها تتدحرج كثيرا. هذا هو المشكل. نعم، في إطار دائما المخاطرة، الاقتصاد الإسلامي يعني يؤمن على المخاطر بالتأمين التكافلي. ما هو هذا التأمين التكافلي دكتور باختصار؟ هو بداية كانت كما ذكرنا في قضية المشتقات، هي جاءت لنوع من التأمين. كانت هناك بعض المشتقات تساعد في تأمين تذبذب القيمة، لكن كما قال يعني الشيخ المفتي التقي العثماني حفظه الله، ليس هناك في الإسلام شيء اسمه المشتقات المالية. كل بساطة التأمين التكافلي هو مبني على الهبة، يعني نخرج من عالم المساومات والبيوع وندخل إلى عالم الهبات والتعاضد.
إذا دخلنا في عالم الهبات والتعاضد صار الغرر شيئا يعني قد يقبل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن بيع الغرر ولم ينهى عن الغرر. الغرر كان فيه كثير من الأشياء في حياتنا، تدخل في شركة فيها غرر لا تعرف هل سينجح مشروعك أم لن ينجح، فهذا غرر لكنه جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وبيع الغرر هو الذي تقوم به الشركات التأمين التجاري والمشتقات المالية، هذا هو بيع الغرر. وكذلك يعني بعض المعاملات الأخرى التي هو منهي عنها من باب بيع الغرر. لكن في عالم الهبات والتعاضد الإنسان كما يقال يعطي دون أن يحسب، يعني الهدف من العملية ليس تجاري، ليست مساومة، لا ينتظر مقابل، هذا ولا ينتظر مقابل ولا يساوم على الثمن حتى يحصل على أفضل ثمن، لا، هذا عالم تعاضد وعالم هبة وعالم تعاون. فبالتالي إذا دخلنا في عالم الهبة الإنسان أصلا لما يعطي ذلك المبلغ لا ينتظر منه شيء، فيعين أخاه. فبالتالي شركة التأمين التكافلي هي صناديق تسيرها شركات، لأن هناك فصل بين الصندوق الذي فيه المال والشركة التي تسير. الشركة التي تسير كالآجير، تسير مقابل أجرة أو مقابل نسبة من الأرباح. فالشركة تسير ذاك يعني ذاك الصندوق وتستثمره في أصول شرعية جائزة، وبالتالي إن كانت هناك عائدة تتوزع على أصحاب الأموال، إن كانت هناك يعني إشكاليات أو مصائب فتغطى من أموال الصندوق. طبعا هذا هو الفرق ما بين شركة التأمين التكافلي وشركة التأمين التجاري. أولا في نوعية العقد ليس من البيع وليس من المساومة، بل هو من الهبات والتبرعات. ثم في ماذا نستثمر الأموال، هل في سندات ربوية أو في أصول جائزة. نعم، وفي المغرب كيف يمكن الآن يعني تقييم الوضع الحالي بالنسبة يعني المالية التشاركية والتأمين التكافلي؟ والتأمين التكافلي قد يبدأ في الأسابيع المقبلة، فالآن ليس هناك يعني ممارسة، لكن القوانين جاهزة والآليات لتطبيقه عموما جاهزة، هي عموما جاهزة. فبالتالي هو في آخر المراحل الآن، سيبدأ العمل به وسيعمل لتغطية تمويلات السكن التي تمول بطريق المرابحة. فإذا صرنا الكلام عن تجربة المغرب في المالية التشاركية، عموما حاليا تجربة يعني تعرف إقبالا، يعني الزبائن في المغرب يعني هناك إقبال كبير جدا من طرف الزبائن، حيث يعني صارت البنوك في مشكلة لا تمتلك السيولة الكافية لتمويل جميع الطلبات، طلبات الزبائن، فتضطر إلى العودة إلى ممول من طريق عقد وكالة للاستثمار، وكالة بالاستثمار. فهذا الآن عملية التمويل التشاركي سائرة، لكنها من ناحية التنوع الآلية والمنتجات جد محتشمة، يعني هناك قلة وندرة في المنتجات. مثلا لازم ننتظر التمويلات بالمشاركة وبالمضاربة، كذلك يعني ننتظر يعني عقود الإجارة. بدأت المضاربة في قضية حسابات الاستثمار، لكن يستثمرون في المرابحات، فيعني في نفس الدائرة، في الأخير نرجع إلى المرابحات. المنتظر من طرف البنوك التشاركية هو التمويل في مشاريع بالمخاطرة، يعني أن تخاطر البنوك في المشاريع، وكذلك أن كذلك يعني تستثمر في تنوع الأصول الشرعية التي يمكن لها أن تستثمر فيها، وهذا يرجع كذلك لهيئة الرقابة المالية. بارك الله فيك. الآن تكلمنا على يعني الشق المتعلق بالفوائد والقروض، تكلمنا على المخاطرة. الآن يمكن كخلاصة لما تحدثنا عنه بالنسبة للاقتصاد الإسلامي، هل يمكن القول أنه معصوم من الأزمات المالية وكيف؟ أبدا لا يمكن. لماذا؟ لأن أولا الاقتصاد هو علم من العلوم الاجتماعية، وهو حركة وحيوية بشرية، وبالتالي هو متعلق بالتطورات البشرية، فليست هناك يعني وصفة سحرية في الاقتصاد تؤدي إلى النمو والنجاح دائما أو تؤدي إلى الفشل دائما. فالاقتصاد الإسلامي هو يقلل من عوامل الأزمات، فهو محصن أكثر من الاقتصاد الربوي والرأسمالي الليبرالي من الأزمات والتذبذبات. لماذا؟
أولا بسبب منع الفائدة، لأن الفائدة تزيد في النمو وتزيد في حدة الأزمة. الفائدة في حال واحد لامبلي أمبليفيكاتور مضخم، هي إن كنا في حالة جيدة تضخم النمو، وإن كنا في حالة تدهور تضخم التدهور. فبالتالي الاقتصاد الإسلامي بما أنه مبني على تقاسم الأرباح والخسائر فهو يوزع المخاطر، وبتوزيع المخاطر يقلل من هذه المخاطر، وكذلك بتوزيع الأرباح هو يجعلها متلائمة مع عدد المستثمرين ومع المشروع. فهو موائم، الاقتصاد الإسلامي يجعل عالم المالية موائم ويذهب ويتطور بتوازن مع العالم الاقتصادي الحقيقي، المعاملات الحقيقية مش الوهمية والمشتقات المالية. هذا السبب الأول، قضية الفائدة. السبب الثاني أن الاقتصاد الإسلامي يبعد عن الساحة مجموعة من المنتجات التي يعني فيها مخاطرة هيكلية وتضخيم للحركة الاقتصادية سلبا أو إيجابا، مثل المشتقات المستقبليات، البيع على المكشوف، التأمينات، وكذلك الفوائد الربوية التي ذكرنا. فهذه المسائل هذه بإبعادها نرجع الساحة المالية إلى ترجمة ما يقع في الساحة الاقتصادية الواقعية. هذه مسألة مهمة كذلك. ثم يعني الاقتصاد الإسلامي يؤثر بشكل إيجابي على تنقيح المشاريع، لما يعني يكون البنك يبحث عن مشروع ليستثمر فيه لا يستثمر في المشروع الذي فيه أحسن ملاءة، يستثمر في المشروع الذي فيه أحسن أكثر، هو الذي يكون واعدا أكثر واللي عنده يعني واحد الإمكانية نمو أكثر. وهذا هذا فرق كبير وجوهري بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الربوي. هذه عموما يعني من أهم المسائل التي يساهم فيها. كذلك يعني قضية الزكاة والوقف، حيث يعني آلية الوقف تبعد الدولة من مسؤولياتها الثقيلة جدا اليوم، لأن قضية التعليم والصحة وكذا 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 تاريخيا في الحضارة الإسلامية كانت من مسؤولية الوقف. الدولة المركزية في التصور الاقتصادي الإسلامي هي دولة فقط مشرفة، ليست دولة منتجة ومسيرة، هي دولة مشرفة يعني تهتم كما يقال عند الكلاسيكيين، تهتم بالقضاء، تهتم بالأمن، يعني مسائل محدودة جدا. أما قضية المستشفيات والمرافق العمومية والتعليم وهذا فهي توكل إلى القطاع الخاص أو الأوقاف. وبالتالي الاقتصاد الإسلامي يقلل من الحمل الموضع على كاهل الدولة. هذه مسألة جد 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 مهمة في قضية الاقتصاد الإسلامي. وبالتالي المجتمع المدني يكون أكثر كفاءة من الدولة. لماذا؟ لأن ربما الدولة إذا فقط لإجراء بسيط إداري قد يكلف 3 أو 4 موظفين، في حين كان يمكن أن نجري ذلك يعني الإجراء ببساطة بشخص أو شخصين يعني باتفاق مباشر. فقضية الاقتصاد الإسلامي هي تعالج كثير من الأشياء، لكن الأزمات الخارجية طبعا لا تعالج. مثلا إذا اندلعت حرب أو جاء وباء أو جاء شيء من الأسباب الخارجية، الاقتصاد فيه الأسباب الداخلية والخارجية للأزمات أندوجين وإكزوجين. الأسباب الخارجية طبعا لا يمتلك فيها البشر أي شيء، هي تأتي تسونامي مثلا، ماذا سيفعل الاقتصاد الإسلامي؟ لكن الأسباب الداخلية من عضوية والإشكاليات الهيكلية مثل الربا والمديونية أو إلى غير ذلك، هذه يعالجها الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي يقلل من الإشكاليات التي نعيشها في العالم الاقتصادي، ويساهم في التشغيل كذلك، لأن وجود الفوائد الربوية يقلل من التوازن الاقتصادي، فنصبح في توازن غير مجدي. الاقتصاد الإسلامي بالتقاسم الأرباح والخسائر والتمويل المشاريع تمويل حقيقيا ماشي مبني على المديونية يساهم في زيادة التشغيل. نعم، هذا هو الذي يجرنا إلى السؤال عن ما هي نظرة الإسلام إلى الدين والقروض عموما، ويعني السؤال الأخير هو هل هذا يطبق في الواقع؟ يعني ما يؤخذ على البنوك الإسلامية
في العالم الإسلامي، هل هي فعلا تطبق مبدأ تقاسم أرباح الخسائر يعني بشكل كبير، أم أنها تتجه إلى المديونية كذلك؟ هو قضية الدين، طبعا هناك وعيد شديد حول قضية الدين، وبالتالي هناك أحاديث شديدة حول من مات ولم يترك ما يسدد به دينه، أو يعني من مات وعليه دين، حتى أن في بداية الأمر، في بداية التشريع، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الذي مات، لا يصلي الجنازة على الذي مات وترك دينا دون تسديد أو تغطية، ويأمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يصلوا عليه. لماذا؟ لأنه مات مسلما، لكن فعل شيئا مستقبح جدا في الشريعة، فهي حقوق الناس، الدين حقوق الناس. فكذلك حديث الذي جاء فيه جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيغفر للمجاهد كل شيء؟ قال نعم، ثم ناداه فقال له أن جبريل عليه السلام أخبره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، أنه يغفر له كل شيء إلا الدين. كذلك يعني أحاديث كثير جدا، هذا كان في بداية الأمر، قبل، لأن بعض العلماء قالوا أن هذه الأحاديث لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا فلورثته ورثته ومن ترك دينا فعليه، هذا يعني لما كان بيت المال، وهذا من أدوار بيت المال. لماذا؟ لأن من مصاريف الزكاة الغارمين، والغارمين هم الذين لم يعودوا في استطاعة تسديد ديونهم، الغارمين. فبيت المال والزكاة من مصاريفهما هذا المصرف العظيم، اللي هو تخفيف كاهل المستدين الضعيف. طبعا لا نتحدث عن الذي يمتلك ملايير العقارات وله ملايير الديون، هذه قصته أخرى، لكن الإنسان الذي له ديون ولا يجد كيف يسددها، هذا من الغارمين، هذا من مصاريف الزكاة، وهذا يعني باب عظيم من الإنفاق في الزكاة وفي البيت المال الإسلامي. لكن اليوم ليس هناك بيت مال إسلامي، فكأننا رجعنا إلى بادئ الأمر الذي فيه كل شخص يعني متعلق برقبته وبذمته، فإن ترك يعني دينا غير مغطى فقد أكل أموال الناس. لماذا؟ لأنه ليس هناك بيت مال. فقضية الدين الاقتصاد الإسلامي يشدد فيها شديدا كبيرا، كذلك في وجوب كتابتها، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فقضية الكتابة واجبة في الدين، أو التوثيق على الأقل، وأظن ابن حزم هو الذي قال بالوجوب، لكن هذه مسائل ربما العلماء يدققون فيها أكثر. فالدين غير مرغوب فيه، الأصل أن الإنسان يعيش ويستهلك حسب طاقته، حسب طاقته. ما هو واقع التطبيق حاليا البنوك الإسلامية؟ هو واقع التطبيق في البنوك الإسلامية أنهم اتجهوا ببوصلتهم 100% نحو الدين حاليا في البنوك، خصوصا البنوك التشاركية في المغرب. بعض البنوك في الخليج يعني عندهم معاملة تشاركية، لكن السبب الرئيسي هو أنهم أرادوا أن يعني يعطوا تصورا أو يدخلوا في المنظومة الرأسمالية الموجودة، ويكونوا ويمشون في خطى تشابه الخطى التي تمشي فيها البنوك، وبالتالي كثير من الموظفين اليوم في البنوك التشاركية ما هم إلا موظفون، يعني إلا موظفين قدماء كانوا في بنوك يعني ربوية، فبالتالي نمطية الفكر التي عندهم لا تستحضر لا مبادئ مقاصد الشريعة ولا مبادئ فلسفة الاقتصاد في الإسلام ولا مبادئ الليبرالية ولا مبادئ الرأسمالية. هم كان عندهم تقنيات في العقود، لما جاءوا البنوك التشاركية حاولوا يعني يعطوا شيء له حلة شرعية، لكن بنفس التصور القديم، فخرجنا ببعض المعاملات الهجينة التي يعني فيها مثل مثلا المرابحة بالوعد الملزم وهامش الجدية وكذا وكذا وكذا، التي في آخر المطاف ما قيمتها الإضافية، قيمتها المضافة يعني قليلة جدا، فيما أن المعاملات التي تبنى على تقاسم الأرباح والخسائر هي الأصل، وهي التي يجب أن تسيطر في المعاملات. فالاقتصاد الإسلامي لا يزال أمامه أشواط كبيرة يقطعها حتى يعني يصل إلى استقلالية. أولا وزنه كبير، تقريبا 3,000 مليار دولار الاقتصاد الإسلامي في العالم، يعني وزنه يعني يشكل تقريبا 2% من المالية العالمية، لكن لا زالت أمامه أشواط عديدة
سواء من ناحية الفكرية، من ناحية الأهداف، وكذلك يعني من ناحية الآليات. يعني نصيحتكم هي الاتجاه نحو المنتجات التشاركية الفعلية، يعني فعلاً المضاربة والمشاركة. أنا إحنا استبشرنا خيرا لما سموها في المغرب التشاركية ولم يسموها يعني الإسلامية. أولا حتى لا يعزى الخطأ إلى الإسلام، فالخطأ متعلق بالبشر، فكما أن المسلم الذي اسمه المسلم يخطئ، فكذلك البنك الإسلامي الذي اسمه البنك الإسلامي يخطئ. وأصلا اسم البنك مشكل لأنه مبني على تاريخ مليء بالربا والمصائب، فبالتالي يفضل اسم المصارف أو اسم آخر. والنصيحة هي أن أولا أن تتوجه المؤسسات نحو الذين ضبطوا فقه المعاملات في تعاملاتها، ماشي نحو الموظفين السابقين في البنوك الربوية ثم أخذهم وتكوينهم أسبوع أو أسبوعين وإدخالهم في بنك تشاركي. هذا هو النصيحة المهمة. شكرا جزيلا دكتور محمد طراحلو على قبول الاستضافة وعلى هذه المعلومات القيمة، ونضرب لكم إن شاء الله موعدا في حلقة أخرى بإذن الله حول العملات المشفرة والبديلة. أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا على تتبعكم لهذه الحلقة، ونلتقي مجددا إن شاء الله في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.